الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وكتابك الفقه المنهجي سيبا وحين كجرني حون كير هدده إيا وحي هدده نقري سيد قضب كيسة دحادة وحيالا لقره الدوابة إياي كمي ذا بينها إني أقولك يا هذا الكيا وحي لعلمه فمثل هذه الأقوال هذا الله النوع عن وكلاه مستوجبة وحي واجب سريسة كيسر سالي ردة تقالو سواء كانت دافع وحيش كمي ذا هيا وحي كوري حيا بها هذا الكا اعتقادا رميس أو غضبا معر أو عنادا كأكثر الذين كوي بديو دمسو هي يسبون الدين دين تعايم أو يشتمون الإله عز وجل أما إله عاية في ظروف غضب حرد عرو أو مشاكسة أما يعني دي مالي مركا شق بيد باتي مرن كتشرو أو استهزاء أما الليل لمجرد إثارة الضحك يسقوا وقت شيء ذكري ينقص المركا كعيوم وأسباب الله والسخرية هي أسباب تر ليل دي الليل كان كما يقول لزميله الذي يعيده صاحبك سواني يبوح كل أيهاي إذا دخلت الجنة كان هذا مركز كشقد أنبره فأغلق الباب خلفك يقول أريا يقول حلو الدبادة يتورو الباب كي يقصو حلو ولا تدخلني معك أنا يا مركا هيلك يا كل قلين وهي قلين مركا اللي شرقا كان هذا يقصو حلو أدو وحي الله ينعلم هذا هذا النوع عصوك خلاع الدين تولى عايو مقدسات يا إسلام كل أفلق أديا وحلق الشيء إسلام كل طرق كل دعنيه عدي أي كسب حدا وحي كان سنة يسار هدى يقالوا أما قفقا وحا كريحة يا هاهات اعتقاد يا رومين وحا رميسي هاي أما قضب يا على ها كريحة يسو أما عناد يا مدح أدي ها كريحة وعلى سيدة كوة بضن الدين تعايا أما إلهي أفلق أدينا إياه تعالى لو عما يقولون علوما كبيرا ظروف يحال ضعر أي مركة أما الدين دي أما إلهي من نبي كعايا أما مشاكسة إيا مران إيا مشاقبة إيا ميل مركة دبي يدير كتنا بي كعايا أما إستيزي يدير وحدون إياه ونضغط كي يقسليو أسباب مركة الله يدير يدير الله لو قدقو يعني دواك صاحبك سكورنا يوانين يوكره چندنا تشيغ يسي بري مرخات قشو أنا يأيقا صحرو البابك مرخات قشو مرخا يقو صحرو هاي قلين المرخا أما ميلاها هادا قشان ميلاها كبين مياني ميلاها كباها ديكتانيو ميلاها سين قلي دونا مو مرخا متكورنا ريا هم يدكو ميلاها سرقا تاني ميلاها كباها يتاسانا نو ميلاها سين قلي دونا ريادا نوع عصو كلاهي نوع عيدون دباقوفها وقو صبح دي وواحر الدئي قال المكينية وحي علماته كدران وحي لها أسباب الردة ترك جميع شعائر الإسلام والإعراض الكل عن العمل به وإن قبع ذنطاي إنه شعائرتي إسلام كدامان كوضطاقو سي كل ينوغتي سي كل أغن كيدا دي بالقوف إسلام ما شاقا ريا ووح اللياليا وحو الدين كدق مياجرين سيدي كوه ينار كينايا دي لو رئيسان أيي ee marka ma soo antay maya ma tuugeetay bari baan halka yirtay oo waxa xumaanta ma sameysa ha ma waxa u jeeda waxaan sameeyaa laan la soo fadhiye inaanay salaadin oo aanay soomin oo ay isna sameeyo waxba sameeyaa iskaga tabajuxaya marka meelaha la soo fadhiya ee diin wax aliyaaliye waxay tahay aan madaxba u qaadin kuwa ma islaam baa lagu tirinaya way nagu badan waliba kuwaasi ninaan islaanimada diin waxa la wuxuu ka dhaqbi wuxuu ka sugu yahay jirin haddana islaanimada ku sheegaraya أما بقى أنا شايفين بقى يعني هو أيضا واحد كلام جو حيرة لو قالوا التعذير من الوقوع في الردة والدين ليس يدي أكون عند الردة لاحظت واحد دايموتي فيما مضى بيانه وحي عدين دي ستكتين أن الردة قد تكون بكلمة الردة دي وحي نقوان كارتا كلمة دي يتلفظ بها القائل قفوا كل واقع أو بتصرف أما التصرف يا تكريف يراه أركي بسيطا إنه يهي مدفضه غير ذي مدلول وحكو تسريه أنو ترين أو بتكذيب أما بين
لحقيقة بينن يظن صاحبه ملايين أيوه أنه لا يعبر بذلك أما لا يعبر ذلك عن أكثر لا يعبر بذلك إن نكك عبرين عن أكثر وحكبضا من حرية الرأي والتفكير حرية الرأي يفكرك غير أن هذا تصرف لكن تصرفك أول الكلام ما هذا الكلام الذي يراه صاحبه صاحبك سؤالك يا أمرا غير ذي بار أرنان أرن وين لهين ينبني عليه وحا قدل السياء قدل السبيا انقلاب كلي إسروق الدميسرا خطير أو خطر في مسير صاحبه قفقاسي وحا قدل ميني بعد الموت فهو بعد أن كان انتو أها في حكم الله تعالى من المسلمين المسلمين تأيدوا كم إذا الذين وقاسي يجوز أي بنانتاي أن يتجاوز الله عن جميع سيئاتهم سيئات كودرين ودافو ويجعل ذلك كله دمان دين وكي الداخل المدقرية في شفاعة الإسلام والإسلام كود بيدو شفاعة هذا يوم أصبح حكم من دقونا يا من الكافرين قال هذا الذي لو قصوا يسوك قسم رحمة الله تعالى مهما جاءوا به وعقصوا إليه ما داروا من الأعمال الإنسانية المبرورة أعماش بن آدم يعني وناكسن كما ينبني عليه سيده وقد الاسم ليه انقلاب خطير انقلاب خطر في حكم النظر إليه حكم كأيجد يسير ليجيه والتعامل معه يلا دغن كيسة في نطاق المجتمع الإسلامي مجتمع الإسلامي كحين داب كيسة في دار الدنيا دارت الدنيا حيث تسلب منه ما شاء الله قاضي دونه الحقوق التالية حقوق صوصعة الله قاضي waxay leeyeen culimadu ama ino gudigeeyaan ku dhicida ridada waxay leeyihiin waxa aan soo cadeynay waxa kaaga muuqda ridada iyo gaalowga iyo diinta oo laga baxa inay noqonayso kelmad uu qof ku hadlo diwaacyada muqaddasaad ka soo qarinno maalin walba maqlayno in kasoo hadda ay دي آدو يراتي أو إلهي خير السياء قد يأولاك فرسي وحمار ريبسو أي آد أرنتا دادال وين أيوغا قلاني أرد دقالبين أو الله حل حلو وأي عيد مدين أن يرملك أي كوبا سيئة يقول أين قبطان كلمة يسكي جدي أيين قرى إساء تصرف إيا تكريفا ليرو سمايو بسيط وأركيا وحبتو سنين لما يقال مدين قرى إساء وعين قرى إساء بين وحقيقة بين يو أمالين أيوه أرين دامر هو كان لا يأين أي تهايون إنه حرية الرأي والتفكير رأي يسوع حرية هي فكر يسوع حرية هي إنه كهاد لا يق لكن تصرفك أما هذا الكوقف واركين نورين وين لحين وحقد الاسم يا انقلاب يا إسرقت كل أو خطر أو قف عن مسير كيسية هل كقدم بين يود الحقيقة لو رغي ما كودين تو سيدا يسوع هذا كودين تو marka hore wuxuu ka tirsanaa dadka muslimiinta ee ay banaan tahay inuu dambiyalkooda Ilaahay ka dhaafo islaamnimadooda iyo iimaankooda loogu ergeeyo oo waxay dambi lahayn oo laga dhaafo ayuu markii hore ku jiray hadda laakiin markuu sida gaalnimada ku dhintay ridada muxuu noqonaya wuxuu ka mid noqonaya gaalada Ilaahay naxariistiisa ka qoosatay ee wax aliyaliye wax qasay acmaal insaan iyo oo walaagsan la yimaadina ani waxba u tirayni habaan masuur la inoo qoros iyo kam inta qoraya masiirkiisi horta aakhir hadu ku dhinto saasu noqonaya halkaas uga soo baxay halkaas u tagiyeen waxa kala oo ku dulismayba inay culimadu inqilaabun khatirun inqilaab yeeski dinna khatara fi hukm nadar ilahi se loo eegiyo markii hore nin muslima oo ay ka sabalor imkan maxaa loo arkaya سيا لولا دغميا مجتمع عن اسلامي هي كو دخجيرو دارتن ادونيو سيا لولا دغميا الا قفقه مسلم جاي مركن مسلم جاي هي دو جو حقوق بولها امك مرغو مجتمع اسلام غانا دخجوغا اسلامنمدي را كبخاي سيا لو ايغيا سيا لولا دغميا waxay ilaadeen waxa laga siibaya حقوق ولها الف حق الحياه حق نولش وايا إذ يجب إعدام إلا الدلابة واجبة با حق الامتلاك حقه وحلها عنشها حيث تسقط ملكيته وحق الليالية وحولها يبنى ملكيته وذي واخدع عيسى وكسو ليسى جيم تلغى سائر أوضاعه شرعية أوضاع ذي سي شرعية هيدو نمبالة تورية
بالنسبة لحالته الشخصية، حالته الشخصية مرخلوه من زواج جنقور وميراث النحل وغير ذلك، وسنذكر تفصيل ذلك فيما يلي. أي شيء قدونا إذا علمت هذا كامر كاذوقاته، فيجب على المصيب وحك واجبا أن يحجز اللسان وعرب كيسا إنه حره عن التفوه كهذا القين كحل بالكلمات التي تستوجب الردة. كلمات كالردة واجب سرية مهما ثار به غضب إن قصع على ليسكك عضو، وليجهد جهده جهد قيسي أودي سرى هقليه وهكد ذاله أن يعبر إنه كعبر عن غضبه وثورته الذي سيكعتان قيسا بأي شيء آخر وحكى له غير الكلمات أنا هين كلمتها التي تستوجب الردة. قال لماذا كان سرعيسا فتستوجب على أثر ذلك كارات كيسا مرقع على أثر ذلك واجب سرعيسا خراب داره دارتي في الدنيا والآخرة الدنيا خراب إليك وخرابته. وعليين علماته مرقع وقفق السيدة ورهدوبه أودين دكبحه وحلق قاضية حقوق ورها وحو أمرك كوباد قفقاني حق الحياة حق نولد بلها وتيسو مرينيو كليات كأما الضروريات كشنطة هي درك المسلمين دا شريعة دا يولا لسيوتي حق الحياة أما حق النفس أياكم دا خليساقا حق والله قاضية وحواجب إن الإعدام يولد له قضى بخلابات قفقاني وحبولها يو ملكية فردية بولها يو حبولها حق الامتلاك أي روا كبح يا يو وح اللياليه وح ملكية لها أي روا كتقيسا يو ويرو أركي دورنا يو دي وح مسلمين تكوضا لحيين نقريسا وح لوح أنتي لها أوضاع ديسي شرعية هيد لحني دي حالة ديسة شخصية الأحوال الشخصية سي أيانا والله الغينية من زواج هذا حاصل لها دي حاسك إلا إسلام نما يقول مهرسا إسلام نما يسوق مو بحين دي حاسك واخر السعودين وانا تينو سهرين وصوم مرنيو مجلد كلا بعد بينك وصوم مرنيو هدي وقف قدي أما الدين مقدسات كه هذا عايو أوردوبو حاس ياسي وقبي هدي غير مدخولة تحي قبل أنا أسأرق ومهر صديون دبيتنا الردة دا ساكو تيمي كما قد وصو إسلاما وصو نقضي روح حادو ما رديب أيو قفر السنة يلوغو مهريني باتفاق الفقهاء واسكوا فقسيهين هدي ساك قبل أسأركين ودي يقل قلين وعرهور بوية لطيبة كما سوق هذا تحي هرتو إنه كان دقاقا يان علمات ويسوا فقسيهين وتسلموا مثلا متفقة حدوث سوى إسلامه أما سيدا يسوى سوى نقول أيام با إسوى الدين وحي قبان شافعي هذا لما مذهب وحي قبان الشافعي ذو كم ديهي إنت آنك ودا سعادت بحين حدوث سوى إسلامه دام النكاح هما قول كودي باتري ومن هاتش كباوين كسو مرة يفق المهجية كتب دامين كسو مرة هذا يسوى ولي قال لماذا يكسوغن أي قبل عدد بحضو تبينت الفرقة من حين الردة وحعداتي خلطك خصوة بلاب ميحي لغي الردة لماذا مذهبو ذي كلا نوح قبان قور عصوم بيس قصو المنهرة مر هدو نكاسي ردو بي طبعا عرهورة بحورة هاتي قور عصوم بيس قصو المنهرة الحمد لله ما انت وحيرها اللوغة ذي ee wacyi gelinta faraha badan lagu sameeyay ee waliba deegudda Israa'i deegaanka badan ka soo isay kamid bariye hore de waa la islaafsan jiray way isweydaarsan jireenba imika laakiin haddu ninku diinta ay ka wado markaba culimada inoo geeyay maxkamadeena geeyay oranaysa labdeed duwar ibtileysa ma jiray haday markaa deed duwar ka labdood wax ka dhacaan markaba ninku wax horeeyaa yaani de waxba ayan soo kala dhex galay laakiin bariye hore de waa la isku jawaabi jireenba nin hogey marka ruux dumar ku yar hawl batay oo dadkii marka tumashada iyo balada lagu sheegi jiray kamid aha ayay islaandis la kadeedmin waa bari hore markay si Allah si ay isaga furdaamisa garan weeyday ayay tiri maxkamadii ka tiri qaadiyo nin islaam ah iyo gabadh
muslimada ma isqabi karaan nin islaam ah iyo gabar gaalada ma isqabi karaan qasulmay saytini gaad wey diinta isaga boor uga baxay ee wuxuu yiri bal weydii halkay gashay ba halkaas aan ku dabagalay wuxuu cid kaga damaynaysa halkay lafteeda uu raaciye wuxuu ay gashay maana saasay dheeldheel khaasay iska ahay laakiin dheeldheel yaa madiin ay dheeldheel is weydaarsanayay laakiin alxamdulillaah maanta day inay marka wax weyn keenayso oo marka guurka ay saameynayso maanta waa loo gaaday wa miraasin dhalki daaci isagana cid dhalli ma isu xuntidiisiba waa la wareegayaayo deefay bay muslimiinta u noqoreysa cid dhallayaana ma jiro dhalkiisi waa laga reebayaa daacid u dhallayay aabi haduu inta waa laga reebayaa hooyadii haday dhimato waa laga reebayaa walaaladii haday inta waa laga reebayaa oo dhal kuma laha wagaar dalig iyo waxa inaan diisi meherin maayo waliba uma aha waxa la wuxuu yahay ma jirto ayana waa islaam isna waa gaal meherin maayo waxa la yaaliyo waxa soo dhan ayaa hadalada la iska kabdamaya ka dhalanaya ila arimta hada wa sanadkuru tafsiir dalig fi ma yali dibaanay ala sar al mutaratib ala ri ala irtidad dibayay inooga socodin dooraan culimadu waxaan hadaba idaa calimta hada markaad ka ogaato waxa waajib ku ah qofka muslimka inuu carabkiisa xiro oo ka adkaado oo ka ilaaliyo inuu ku dhawaaqo kelmadaha ridada iyo gaalnimada keenaysa inkastoo dacadooto inkastoo adkacdo dee maxaa ku geynaya diintiisa mageedaystay ilaahay iyo nabiga maxaa ku geynaya bal waxa ku geynayay ka haystaan iswaydii waana inuu ku dadaalay in daawadiisa inuu caradiisa iyo kicitaankiisa wax kale ku cabiro oo aan ahayn kelimaadka ridada iyo gaalnimada keenaya kelmaadkaasoo markaa dee waajibsanaysa haddii ay markaa uu la ka soo baxaan inay daartiisii adduunya iyo aakhiraba kharaabto xaddu ridda haddaba riddada xadkeeda وحد الردة حد كردة قال لماذا يشمل الرجل والمرأة على سواء رجل يضمر سيسي من أيوك وبصري دون فرق بينهم أيضا محكرة بحياة شرين فإذا سدر من الرجل نكي مرخو كصوبح أو المرأة مهوين دي ما يستوجب الردة ردة وحواجب سنية ومما كي مر ضابطه أنفا وحي ضابطك يسادر نصوم مريك همضا وكان كل منهما بالغا عاقلا مثل قنقاره عقل لو يهي ترتبت الأحكام التالية أحكام تنصوص عتاكرة ميسا أولا وجوب استتابة فورا سدك دقوين ليلة توبت كين إذ يفرض أنه لم يرتد إلا لشبهة اعترضته وحل قدر إياه نكر يمر دومين وحوغي الشبهة إياه وحلاق قري أو لغضب أفقده الرشد والضبط أما وحا كوي معرو ويسيسي هنون كيئيو إسقب الشديد فينبه إلى الحق والرشد وحا لقبا للوشين يا حق إيو هنون كا عن طريق الاستطابة والنصح والتنبيه إيو أيضا الله أنا لغا يعني وحا لقبا للوشين يا توبة كضرب إيا النصيحين إيا برا للوشين إلى بطلان مرتد إليه باطل لماذا وحور الدوبين وخطورة من قلب إليه يوحى يسكره خطرت إلا يضحي وحي الله العلماء حتى كثيدادو رقئي الضمر با أما النين يهوين إبا وشملين يوا قبصان إيا وحفرقه ودحي يانا مجلو هدو ننكي كصوبحو أما هوين دي كصوبحو وحيالي ردادة كينا يي أن صوت الماني mid waliba baaliqan caaqilan u yahay qof caqli leh oo qaangaar ah oo aan qasbanayn ee mukhtaar ahay doortay waxa ka timaysa bay ilaah ahkaamda soo socota awalan wujubi istitaabati fawran si degdeg ah ayaa loo dhawaa toobadkeen laana waxaynu markaa meesha ka soo qaadaynaa qof ganinay waxaan ku keentay shubho yacni isku gudubtay wax isbootiis baa isku gudbay
أما على مرك هنون كييو يعني ضبط دقيقة كنترول كيبا ويسي سيبا كتبي مرك حقي هنون كيبا اللي قبرة روتشن وروح أنا ليه واد قالوا دي وروح أكاسو بحية واحد كله واقضي نام ميانة قرين غير ميانة قرينين توبت كيانو نقبل ليه شهادو والله نستيحين ايا واحد اللي قبرة روتشن ايا وحنو وره دوبي وكعي إنه مركا لباد اللي هاي إيه وحنو يسره جاي خطرته أي لا ضحي أيه لو قبره بشنين ثالثا التحذير من عواقب الإصرار على ردته وحكر الله قبره بشنين لو قد دقيا عواقبته إيه علمته كي من يسا كوات كيس أو كوات كيس ردته يسا إن لم يستجيب لطلب التوبة هدانو توبة ده طلب كيدا أجيب حيث يوضح له وحلو عدين أنه سيقتل إن هو أصر على كفره إن لدينا إياه الله عدل هذا قال لماذا قوات كيسته أنا هذا نكار أو اعتقاد أو استهزاء أما ها وحا وقوات كيسر إياها تعاند أما اعتقاد أما استهزاء متكو دونه هذا وحي ليهين لماذا قضب كاللبان واديد لو قد ديق إياه أواقبت إياه بحمد إياه ذا هايين وقسيات كيسر قال لماذا يسام هذا نوع شيء من طلب كي يعطس يا توبت كي يسون نقطك وحلا عدين إن لديل دون هدوك قال لماذا كسيات كيس والغات خلوا سبالة لي أما يعني واحد ديار هندا كوكليفا يا ها ها تو إن عناد أما اعتقاد يهرب بيسنان أما استيزيا دلهم ثالث وجوب القتل إن صر على ردته قالوا كسد عدو عوين واجبين لدينا هدوكات كسر ردده ولم يتب أن توبتك ولقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قف الدين تيس بدل الدلا رواه البخاري أي أوري وروى البخاري وحكروا ري ومسلم عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ما حلاله يدم مرئ مسلم قف مسلم ديق يشهد كاسو قري أن لا إله إلا الله ألا حق لقع بدينا ألمه يروى أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث صدح ريبود متكود مويان النفس بالنفس ديرد لو ديلي نف وثيب النفس نف يقتل بالنفس نف نف لو ديلي وثيب الزاني قف جيسو قور هرسو مريزي نيسي والمفارق لدينه كدين دي سبارقي التارك للجماعة يا جماعة دي مسلمين تكتغي وروى الطارق دي وحورني عن جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم الرومان ارتدت ويردو دي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام إسلام قيل له بندق أيو فري فإن تابت هذه التوبات كان دين دي ويلا قتلت إلا الدليا أيو شاك وعليه العلماء قضبك الصديحات هذه توبتك إنك إياد ديجد إياد نسيحة وقادم وإن لديلو هدو توبتك إن ويقال لما داكو أتكيسلو محال لو ديليا نبي محمد ولا ينطق عن الهوى أن هوكو هدلين أي حديثك صحيحة يا أصح كتاب بعد كتاب الله كتابك إله إدى بذكي واصح صلى الله عليه وسلم البخاري قصوا او يري من بدل الدين فاقتلوه قف الدين دي سبدل الدلا ويو وحن الربيسن هي دين تا اسلام جو دين تا حقا ان اي تاي قف سو غلاي اي اسلامي اي حدنا كنقنيا كبخيا يعني دي العوب يا عيار بو كدغنيا العوب يا عيار ما هو دين دي حقا هي qofka marka soo garay islaamay de wuxuu xumaanay ilaahay uu koogaadi ama wax ka wareegsan u baxaya ma jirto marka taas ayaa keenaysa illa diru waxa qara hadithiga bukhari muslim ay wariinayaan nabiga nu sallallahu alayhi wa sallam hadithkii macruuf ka ahaa hadithul 40 ka ku jiray nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ma halalo bayo qof muslim adigiisa in la daadiya إلا صدح الرمود مويان نركا انت سيئت لكي ديق بغادي والله إني واتي نسومر إني يعني قفك صائل كاهايو لسكي دفاعي واتي نسومر إني يعني مركا اندو شاقيبا انتنا حين قفو سيوديكي إن لدادي وقير
الله حق لو عبدا إنا نشري ألا موياني أنا رسولك إلهي أنا هاي ما بنانا إلا صدح الرمود متكود موياني قفقا دين نف إلهي حاران تنمي يدلا شروط دي مركا قصاصا لقاها ردي سيقوا لدلي ونف داو دلي بلو دلي دواء ثيب الزاني قفقا يسوى قور هرا صومري أو حلاشي يقيم هذي يوناك هذي صاركي حمان مركا مجتمعين بسلام لا دحق هذي خاسنا ووصلت حارانه لقاها بلو دلي midna waqof gaadiin diisi ka tagay jamaacadi muslimiinta iyo wadartoodi halka uga booday kaana isagana waa la dilaya dalqudni wuxuu wariinayaa oo jaabir ka wariinayaa ruux dumar oo roomaan la yiraahdo roomaan ayaa ridowday nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri halaf bandhigo islaamnimada halo bandhigo haday toobad keentay soo noqoto wanaagsan hadii kalena waa la dilay sida ibn hajar bulughul maram ka wayna ku soo raayay ruux dumar wa adoon baan filayna haydo nin indhari qabay ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wax ka sheegi jirtay wa ka waaniyo wa uga taag way habeenkii dambu baal biray intuu qaaday ayuu dusha ka saaray mise wa ku xajiyo tii qofka indhaha leena wax ka xoog badan hadii war markii ilaahay qofka meel wax ka meel kale ilaahay xoog u galiya halkii bay ka ku tiri nabiga sallallahu alayhi wasallam loo sheegay fa'lam anna damaha hadrun wuxuu ogaada digeed waa hadr wax ka soo qaad maray qisaas ninka lagu maray magna lagu maray waliba ayda nabiga sallallahu alayhi wasallam aad bay u khatar badan tahay culimada muslimiinta qaar baa ba qaba inaan toobad barahay way xaqi nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ku taluqa ya ka dhaafaya xaqi nabiga aad af laga deesay toobad bay inaad lahayn ya culimada qaar ku dhigan marka arimahaasi allah idiga badbaadiyo deris waan ka inuu joogo allah aalam